استخدامها او حفظها او تلقيها او تحويلها، مع علمه بانها ناصبة عن نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع او غير نظام. ثالثا، اخفاء او تموين طباعة الاموال او المتحصلات او مصدرها او حركتها او ملكيتها او مكانها او طريقة التصرف بها، مع علمه بانها ناتجة من نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع او غير نظامي. رابعا، الاشتراك بطريق الاتفاق او المساعدة او التحريض او تقديم المشورة او النصح او التسهيل او التواطي او التستر او الشروع في ارتكاب اي فعل من الافعال الاجرامية او غير النظامية. وتشتمل الافعال الاجرامية او غير النظامية على تمويل الاعمال الارهابية والارهابيين والمنظمات الارهابية بشكل مباشر او غير مباشر من مصادر مشروعة وغير مشروعة.